صباح الخير يا هاني. يلا نايم. شكرا. تفضل. السلام عليكم. صباح الخير يا فاطين بيه. ايه جاي دي؟ ايه جاي مالك؟ في ايه؟ قال له ايه الادب اللي حط عليك مره واحده ده؟ تحت امرك يا بيه. لا انت مش مظبوط النهارده. بقول لك يا جعيدي، انت متخانق مع مراتك؟ اللي تشوفه يا بيه. بس احسن، واضح ان الضرب بيجيب فايده معاك. بيجيب يا بيه. اللي قول لي بقى، المدرسه عامله ايه؟ اصلها وحشتني قوي. كله تمام يا بيه. الانسه الاستاذه مروه جت، والانسه الاستاذه لميا جت، وما فاضلش غير الانسه الاستاذه ساره. ربنا يزيدك يا فاطين بيه. لا والله العظيم انت النهارده مش مظبوط، على فكره مش طبيعي خالص. بس انا دلوقتي مش فاضيلك، اخلص الاذاعه المدرسيه وبعد كده اروق لك يا جايدي. والله مضروب يا ابويا عليك يا ابو الفطاطين يا العيب. واذا كنت قد حصلت على الجائزه الاولى في البحث ال 13 ليه يا اولاد، فانا ما زلت اتعلم وساظل اتعلم، ساظل اتعلم حتى اخر نفس لي، حتى اخر قطره من دمي. وحكمه اليوم هي: كلما كبرت السنبله انحنت، وكلما ازداد علم العالم تواضع. كان معكم مستر فطين سيد حسان، مدرس الدراسات الاجتماعيه بمدرسه ابناء الغد الخاصه. شكرا. شايف يا دودي؟ واضح ان الجايزه بتاعتي معتدى المعش. علمت الاولاد الادب. شايف ازاي رافعين ايديهم واقفين مهذبين تقديرا ليا؟ فخور بيهم قوي. صباح الخير يا استاذه مروه. صباح الخير يا مستر فطين. بقول لك يا استاذه مروه، انا المدرسه النهارده كلها متغيره معايا، ومش عارف ايه السبب، يعني ايه اللي حصل لكل ده؟ مش عارف، ما لاقيش يعني عندك تفسير منطقي لكل ده. ما جتش ليه الميعاد اول امبارح؟ ميعاد؟ ميعاد ايه؟ استنيتك في الكافيه اللي قلت لي عليه في الزمالك. بس على العموم انا مش زعلانه. هتيجي النهارده؟ اجي فين؟ فاتين 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 حبيبي، فاتين حبيبي، ايه وحشتني وحشتني. صباح الخير. بعد اذنكم. صباح الخير يا لمياء يا حبيبتي. ايه ده؟ انا بجد حبيبتك؟ طبعا حبيبتي. انت كمان حبيبي وخطيبي. ممكن اطلب منك طلب؟ ممكن يعني بعد المدرسه نخرج شويه علشان انت وحشني قوي. ميه فتفت معي. ميه فتفت؟ ايه ده؟ معقولة الوحشة دي كلها من يوم واحد بس؟ هو ايه اللي بيحصل في المدرسة ده؟ جلوس جلوس. ايه ده؟ لا انا كده مش فاهم اي حاجة. صباح الخير يا استاذ فطين. صباح الخير يا فندم. ابسط يا استاذ فطين، الاستاذ رؤوف صاحب المدرسه وافق لك على الرحلات المدرسيه المجانيه اللي طلبتها منه في بدايه العام الدراسي. والله ده خبر هايل والله. ده مش كده وبس، ده كمان صرف لك مكافاه شهر. شهر؟ حضرتك انا متشكر جدا جدا، ويا ريت يعني تبلغوا تحياتي. هو كان ليه طلب صغير عندي معاليك. يؤمر. يا ريت حضرتك تكلم الانسه المبجله بنت اخت معالي وزير التربيه والتعليم عشان الوزير يحضر بنفسه المدرسه ويفتتح قسم الكمبيوتر. طبعا الموضوع ده لو حصل هيفرق كتير مع المدرسه وسمعتها. حاضر، ما تقلقش يا فندم، انا هكلمها. متشكر متشكر يا استاذ فطين. مع السلامه. على السلامه. اهلا وسهلا، اتفضلي يا ساره. اهلا اهلا. استغفر الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا ميشو يا ولدي. سارة يا حاج اللي كلمت حضرتك عنها. اهلا وسهلا. ازيك يا عم؟ ازيك انت يا بنتي؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، تبارك الله. استريح يا بنتي. يا ولد هات التمر ومية الورد. جاهز يا حاج. اتفضل يا اخت سارة. شكرا قوي. نفسي. اتفضل يا خميش. جزاك الله خير. تفضل التمر هنيئا بريئا ان شاء الله. شكرا يا عم. طيب انا هستأذنكم عشان صلاة العصر وجبت. مع السلامة يا عم. معلش يا بنتي اسلم اتوضي. ميشو يا ولدي. نعم. لا تتأخر عن صلاة العصر. حاضر. مع السلامة يا حاج. الله يسلمك. ايه رأيك كده ماشي تمام؟ تمام قوي. اخلع بقى يا سيد. شافت البوسة. شافتها يا سيد. اخلع بقى. الله الله. مع السلامة يا حاج. الله يسلمك يا ولدي لا تتأخر. ايه رأيك بقى في الحاج؟ زي ما قلت لك عليه بالظبط. ما تلحقيش تقعدي معاه خالص. نسمع ملاك فعلا. حلو قوي المحل ده. طب والتمر؟ حلو قوي. الحاج جايبه معاه من اخر عمره. ربنا يا رب يبارك لنا فيه. بس انا مندهش قوي يا لمياء يا حبيبتي. ليه يا حبيبي؟ اصلك يعني متشعلقه كده في دراعي عادي يعني، وكلمه حبيبي بقت سهله قوي على لسانك. ما اقولهاش ليه يا حبيبي؟ ايه ده فاطين؟ ايه ده؟ دي حركه دي ولا ايه؟ انا خفت اصل ياخدني نص. غريبه قوي، اول مره يبقوا مؤدبين بالشكل ده. وما يقدروا يطولوا لسانهم عليك بعد اللي انت عملته فيهم اول امبارح يا حبيبي. اصل انت عملت حاجات عمرك ما عملتها قبل كده، كنت حد تاني خالص. طب بقول لك يا لمياء، احكي لي ايه بقى اللي انا عملته بالظبط وبالتفصيل. يعني ايه كل ده حصل علشان ميشو بقى مكان يوم واحد؟ يعني انا اللي كنت غلط؟ يعني ايه ميشو هو اللي صح؟ يعني انا كنت غلط يا دكتوره، ميشو هو اللي صح. مين بس اللي قال كده؟ كل حاجه بتقول كده. انا لما حطيت نفسي مكانه شفت الدنيا على حقيقتها، ولما ميشو بقى مكاني عراني وشفت نفسي على حقيقتها. الناس كلها احترمت ميشو. ايش فاطين؟ بس ده مش معناه ان هو صح. لا، سلوك المجتمع نفسه هو اللي غلط. يعني كل الناس غلط وانا اللي صح؟ حتى لو اللي حضرتك بتقوليه ده يا دكتوره صح، هبقى انا برضو اللي غلط، لاني نجم انا شاذ في وسط مجتمع رافضني ورافض سلوكي. يعني ايه عايز تبقى غلط عشان تبقى زيهم؟ امال اعمل ايه؟ بس حاول تغيره دكتوره. وانا عارف اغير اخويا علشان اغيره. عارف يا فاطين، لو نجحت انك تغير ميشو اخوك، ساعتها سلوك المجتمع كله هيتغير لوحده، لان خلاص مش هيبقى فيه ميشو، هيبقى فاطين بس هو اللي موجود. قصدك ايه يا دكتورة؟ انا مش عايزاك تستسلم يا فاطين. انا عارفة انك صح، بس انا عايزاك انت كمان تتأكد من جواك انك صح. انت صحيح بتعوم عكس التيار ويمكن الموجة عالية عليك قوي، بس انت دلوقتي خلاص بقيت في وسط البحر. يعني يا هتعوم وتنجي نفسك، يا هتغرق ومحدش هيحس بيك. فطير حسيت برجليك. بص المفاجأة، جبت لك كتاب حكام مصر القديمة من أول الأسرة الأولى في عهد الملك نارمر. فطين 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 ماله فطين؟
تطلع. لا 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 لا. الله 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 الله. بص بص بص. ايوه ايوه ده كلام ولا ملام؟ البروجرام النهارده هيعجبك جدا يا ميشو. اكيد طبعا يا ساره، انا بحب الموسيقى جدا وخصوصا بتاعه الاوبرا، ليها كده معزه خاصه عندي. انما ما قلتليش بقى ايه البروجرام النهارده. بص يا سيتي، السيمفونيه التاسعه لبيتهوفن بحبها قوي. والسيمفونيه الاربعين لموزارت. ياه وحشاني قوي الاربعين دي. ودبل كونشيرتو الباخ. دبل ده هي القوي. بص بقى كمان في مفاجاه تحبها جدا. ايوه كده، ايه بقى المفاجاه؟ اكيد جورج وسوف جاي النهارده صح؟ جورج؟ لا يعني قصدي ايه المفاجاه ساره. بص يا سيدي، السيمفونيه الناقصه لشوبار. السيمفونيه الناقصه لشوبار، يبقى اكيد هيكملوها النهارده صح؟ هيكملوها ايه يا ميشو؟ احنا هنلعبها النهارده، نعزفها. احنا هنلعبها صح. بص يا ميشو بقى، انا شكلي هتاخر كده. بص اشوفك بعد الحفله. اوكي ماشي يا ساره، روحي ربنا يصلح حالك. منك لله يا فاطين. شو برد ايه بس، وبيتهوفن ايه، وبخ ايه. وكملت بقى بعازف الساكس. معلش بقى يا ساره، كان بودي اسمع السيمفونيه الناقصه بس مش ينفع. الموضوع يعني أنا أصل الغلط يا فطين؟ هي دي الحقيقة عم أنس. أنا غلطان اللي حبيت أخليك نموذج للإنسان المثالي اللي ما بقاش موجود دلوقتي. أدي قلتها، نموذج لإنسان مش موجود. يعني ما ينفعش يتعامل مع الناس الموجودين، يعني يتحط في علبة ويبقى في فاترينا للعرض وبس. وبقيت جوه العلبة مش عارف اخرج منها. قفلت عليك عشان كنت خايف عليك، وادي النتيجة. فشل في كل حاجة، وكل حاجة انا بعملها انت الوحيد اللي بتشوفها صح، بتشوفها نجاح. عملتلي النموذج اللي انت عايزه قدامك، ويفكرك بنفسك عشان تثبت لنفسك ان انت كنت صح، اخوك زايد كان غلط. حتى ما بقيت نسخة منك، قافل على نفسي وسط كتبي لحد ما بقيت كتاب زيهم مركون على الرف. محدش بيقرب مني غير اللي زيي، واللي زيي مش موجود. بقيت نسخة كتاب بس نسخة باهتة، عشان النسخة الأصلية هي كمان كانت باهتة. الله يسامحك يا فطين، الله يسامحك. أنا هنزل بقى دلوقتي عشان واضح إن أنا وجودي بيسبب لك ضيق. بس قبل ما انزل عايز اقول لك حاجه مهمه. عمك انس ما هوش نسخه باهته يا فطين. عمك انس اللي شاف الموت بعينيه في النكسه وما ماتش مش نسخه باهته. عمك انس اللي حارب وشاف زمايله بيموتوا قدام عينيه لحد ما جاب النصر مش نسخة باهتة. اللي رباك وعلمك يعني ايه اخلاق وسلوك وحب ووطن وحرية مهواش نسخة باهتة. الناس بس اللي بتنسى، انت ظاهر بقيت زيهم عايز تنسى.
أنا هسيبك دلوقتي، وأنا عارف إن فاطين ابني اللي ما خلفتوش هيرجع لي تاني بعد ما يهدى ويفكر، إني متأكد إنك عارف مين الصح ومين الغلط. كذا لم يكن طريقي مفروشا بالورود وأنا أحاول تغيير أخي ميشو، ففي كل مرة يصيبني جرح ولكني أضمد جراحي وأتحمل حتى أحقق ما أتمناه لأخي، ولكن هذه المرة وبسبب أخي ميشو أيضا قد سبب لي جرح عميق لا أعرف كيف سأعالجه أو أداويه، وهذا الجرح هو أقرب إنسان لي في هذه الحياة، وهو عمي أنس. سامحني يا عمي أنس، فأنت الذي علمتني وقلت لي كن مثل الصياد الماهر الذي لا يخطئ فريسته، فعذرا عذرا لأنك أنت أول من أصابته سهامي. أنا الآن خجلا من نفسي ومنك عما اقترفته في حقك، ولكن عزائي الوحيد قول سوفوكليس: كلما زاد عدد الأمور التي يخجل منها الإنسان كان أقرب إلى الكمال. نوى على إيه يا ميشو؟ هي لو مشيت وتمت زي ما انا عاوز هتبقى عملية العمر، وهتكسر كل ارقامك القياسية اللي فاتت، ولا تخليك كده احسن؟ الاحسن الواقعة في عملية زي دي هتبقى القاضية. بلاش مخاطرة. ايوه اهدى كده وخليك في الامان، لان اللي في دماغك ده مستحيل يتم. جاتك يا فطي. شكرا عمي. خلي بالك من نفسك. أنس. نعم فطي. ما تزعلش مني، ما تزعلش مني يا عم. في حد يزعل من ابنه برضه؟ طب ما تعيطش بقى. وانت كمان بتعيط. انا ما بعيطش، انا بضحك. وانا كمان ما بعيطش.
انا بضحك. عمي انا بحبك قوي. وانا بحبك قوي يا حبيبي عمك، بس انت معاك حق، في حاجات غلط انا كنت بعملها، بس من هنا ورايح مش هتتعمل، ومن هنا ورايح مفيش غير الصراحة المطلقة والمواجهة. المواجهة؟ ايوة المواجهة، حتى مع اقرب الاقربين. تبقى المواجهة والصراحة المطلقة هما درس النهاردة يا عمي. بعد اذن حضرتك. فطين. نعم عم. نسيت السندوتشات. على فكرة بقى عم انس، مواجهة بمواجهة، سندوتشات الفول والطعمية اللي حضرتك بتدهاني كل يوم دي بتبقى باردة ودلعة وملهاش طعم. خلاص بعد كده نغيرها، بلاش سندوتشات الفول والطعمية، نمشيها جبنة بالقوطة. صباح الخير يا فاطين بيه. المواجهة والصراحة المطلقة. على فكرة بقى جعيدي، انت جبان. أني جبان يا بيه؟ جبان وبتخاف وما بتختشيش. أنا يا بيه جبان وبخاف وما بختشيش؟ ياه للدرجات دي مش مقصر. بص يا جعيدي، ما تخافش ما تخافش، تعال تعال. بص عايزك تنسى اللي أنا عملته فيك ده يوم الخميس خالص، كأن كان حد يعني غير اللي عمله. انسى انسى. جد يا فاطين بيه؟ جد يا جعيدي. أكتاه الواحد يرجع يضحك معاك تاني يا ابو الفطاين يا عسل. مش للدرجات يا جعيد. حاضر يا بيه. مرسي. صباح الخير يا استاذه مروه. صباح الخير يا مستر فطين. استاذه مروه انا اسف لو كنت زعلتك قبل كده، بس انا عايز اقول لك على حاجه، لانك انت ايه، إنسانة مهذبة ومحترمة، صدقيني أنت تستاهلي أحسن إنسان في الدنيا. ميرسي يا مستر فطين. وكمان مش عايزك تزعلي من خطيبتي لمياء. خطيبتي لمياء دي قلبها أبيض جدا، هي أي نعم يعني شعنونة حبتين، لكن هي كويسة. أنت عارفة أنا برغم شعنينتها دي إلا إني بحبها جدا وبموت فيها وعمري ما هزعل منها، وانا عارف ان انت انسانه كويسه وقلبك ابيض انت كمان، ومش هتزعلي صح؟ ربنا يوفقكم مع بعض يا مستر فتي. متشكر جدا يا استاذه مروه. بعد اذنك يا مستر فتي. اتفضلي. لما انا كنت انا سمعت كل حاجه وحبي زاد ليك اكتر واكتر. لمياء انا كنت عايز اقولك على حاجه، بس بصراحه عارفه بتحبني وبتموت فيا صح؟ صح، بس انا كنت عايز اقولك على حاجه تانية بصراحه. عارفه بيتغير عليا من الهوا الطاير صح؟ صح، بس انا كنت عايز اقولك على حاجه تالته بصراحه. فاطين يا حبيبي انا مش عايزه اسمع اي حاجه دلوقتي، هسمعك بعد المدرسه بقلبي. اوكي هسيبك بقى عشان ماتش البيج بونج. باي. لا 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 لا. منك لله يا ميشو، يعني هي كانت ناقصه جنان. هوب 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 هوب. ايوه كده. ايوه يا سيكا. رجليك لفوق. الفل. ايه عرايسنا الحلوين مصحصحين كده على الصبح ورايحين فين؟ هنكون رايحين فين يا ميشو؟ رايحين النادي طبعا. اصل سميره سمرتي قالت نلعب شويه رياضه وبعدين هيجي لنا المحامي علشان المشروع اللي هنعمله انا وهي مع بعض، سلسله محلات اس اس، سلسله محلات. بالتوفيق يا وسيم. اس ان اس. بالتوفيق يا حبيبي. بالتوفيق. يلا يا سيكا عشان ما تاخرش. هوب هوب سيكا. بقيت سيكا يا سيد. هوب هوب. يلا اشتغل اشتغل. هوب هوب. اشتغل يا وسيم. هوب هوب هوب. خلوا بالكم من بعض. ها امسكوا في ايدين بعض يا ريس. ما تخافش على ابوك يا. هوب 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 هوب. سارة؟ ألو؟ أيوة سارة. لا هبقى أحكي لك لما أشوفك. إيه؟ أحب طبعا، ده ركوب الخيل ده هوايتي أصلا. خلاص ماشي هغير هدومي وأجيلك. يلا باي.
ركوب خيل ايه بس؟ امبارح الاوبرا والنهارده ركوب الخيل. يا ترى هتودينا فين يا سيفاطين تاني؟ الو، ايش كان هاني؟ انا بخير الحمد لله. افضي نفسي. حاضر حالا، مسافه السكه. مع السلامه، مع الف الف سلامه. يا ترى عايزاني ليه؟ يمكن ابنها فهمي رأي يعني، يمكن. على العموم انا متفائل، انا متفائل جدا. شمس قلبي وظله، يا حكاية العمر كله، يا حكاية عمري كله. شمس قلبي وظله، يا فرحة عمري. السندوتشات طعمها يجنن، تحفة. بس برد قوي ودلع كمان. بالعكس، دي لذيذة قوي. قولي بقى الحاجة المهمة اللي كنت عايز تتكلم فيها معايا بصراحة. بص بقى لمياء، الصراحة يعني ان انا لمياء بحبك قوي وبموت فيكي، وربنا وحده هو اللي اعلم والله العظيم. بس انا النهاردة بقى في يوم الصراحة العالمي ده، عايزك تركزي كده يا لمياء معايا، وتكوني ياريت 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 يعني تكوني هادية على الاخر. اهو انا مركزة وهادية. انت غمضت عينك ليه؟ اصلي بصراحة بتكسف، وبعدين دي اول مرة. لا فتح عينيكي، فتح عينيكي يا بنت، انت فهمتيني غلط خالص. يا فطير مش ده الكلام اللي انا قصدي فيه. انا عايزك يعني تسمعيني كويس يا لمياء. طيب انا سامعاك اهو يا لمياء. ليه بس انت مصدغالي؟ الله، عايزك تركزي بقى يا لمياء يا حبيبتي بقى. طب بصي بقى لمياء، الصراحه اللي انا عايز اقولها لك يعني، ده غير بقى صراحه ان انا بموت فيك وبحبك وكده يعني، ويا ريت تكوني هاديه. ها، يوم الخميس اللي فات لما انا بقى كنت ماشي معاكي كده وضربت القال الصيع، كنت جامد، كنت بطل، كنت اسد، كان يوم تحفه. اصبري بس اصبري، يمكن تغيري رايك. يوميها بقى ايوه انا ما كنتش، انا ما انا عارفه كنت اسد كده، كنت شهم، كنت شجاع قوي. ايه ما كنتش انا؟ كان اخويا ميشو. ايوه. وايه اللي خلاه يعمل كده؟ انا اللي طلبت منه كده. وانت طلبت منه يعمل كده ليه؟ ما هي دي بقى لمياء تاني صراحه. بصراحه بقى ميشو اخويا مش سوي، فانا كنت عايز اوريله يعني عالم غير العالم بتاعه علشان اغيره. وانت ما قلتليش ليه؟ ما هي دي شروط اللعبه، ان احنا ما نقولش لحد علشان الامور تمشي طبيعيه. ويعني ايه هو مش سوي؟ ما تتكلم انت. يعني بس والنبي عايزك تبقى هاديه. يخرب بيت هاديه، ما تتكلم بقى. حرامي. ايه؟ لص يعني. يعني اللي كان ماشي معايا في المدرسه ده حرامي؟ ايوه ايوه. يا لهوي. لمياء الهوني يا لهوي. لمياء لمياء لمياء. طب استني بقى، طالما وصلت يا لهوي والحقوني انا، وفرجت علينا الاجانب يا لمياء. خدي بقى الكبيره علشان تكمل. في تاني؟ ايوه. اصبري اصبري اصبري. بابا سيد الحاوي ماله؟ حرامي هو كمان؟ برافو عليك يا لمياء. انا عارف يا دنيا. وسميره سمير مراته مالها؟ حراميه؟ لا، بابا الحرامي اتجوزها علشان يلهب فلوسها. يا نهار اسود، يعني انا وقعت في عيله كلها نصابين وحراميه؟ لا يا لمياء، احترمي نفسك، العيله مش كلها حراميه. لا، نصها بس اللي حراميه. انا حرامي، انا وعمي انس حرامي، انت عارفانا كويس يا لمياء. وبعدين شفت بقى انا ما كنتش عايز مساعده بابا ولا ميشو في جوازنا ازاي؟ جوازنا
هو انت لسه بتتكلم في جوازنا ده؟ انت بتحلم ليه يا لمياء؟ خد يا فاطين امسك الدبله بتاعتك دي، مش عايز اشوف وشك تاني يا كداب يا خين يا حرامي. وعلى فكره بقى السندوتشات كانت مسخه ودلع. ها يا لمياء، مسخه ودلعه بعد ما كلتيهم يا لمياء؟ كان اسد وبطل وشجاع، وعرفت ان هو حرامي رميتيلي الدبله في وشي. دي اخرتها يا عم انس، دي اخرتها. لازم يعني تديني حبوب الصراحه وتقولي المواجهه حتى مع اقرب الاقربين. اهي رميتلي الدبله في وشي اهي، وبقت ابعد الابعدين. كان لازم اعتذر لك يا انس عن اللي حصل من فهمي ابني في الفيلا. فريمون جي ميسكوز. العفو يا اشجان هانم، انا برضو مقدر شعور واحد عارف ان امه هترتبط بواحد غير ابوه. طول عمرك انسان يا انس، وبرضو عندي امل ان فهمي يغير رايه. تفتكر يا انس في واحده في الدنيا تستاهل حبك ده؟ انت تستاهل الحب كله يا اشجان هانم. من فضلك يا انس بلاش تقولي اشجان هانم تاني. حاضر. على فكره انا مسافره لبنتي دومان تاني. نو تانكيات بلو، ده هو اسبوع واحد سلمون علشان اكلمها في موضوعنا، وهي كمان ليها تاثير كبير قوي على فهمي اخوها. هتوحشينا قوي انا وفطين. وانتوا كمان هتوحشوني قوي. وادي عقد الشركه يا سميره هاء، يا سميرة هاني ما بينكم عشان تمضوا عليه. ما قلتليش يا متر، المشروع ده كله على بعضه هيكلف كام؟ يعني حوالي كده 15 مليون جنيه بس، وهنبدا بفرعين، بس محتاجين شوية فلوس عشان نبدا يعني. حلوة قوي. الأستاذة أبو العيلة شايف شغله تمام. يا ترى بقى يا سيد بيه هيساهم بكام في الشركة عشان نكتبه في العقد؟ والله أنا كل اللي أقدر أدفعه دلوقتي 1,400,000. دي كل فلوسي اللي موجودة هنا، بقيت فلوسي في سويسرا. متر أبو العيلة، أنا عايزاك تكتب إن نسبة مشاركة سيد بي 7,500,000، وعايزاك كمان تكتب إن هو ليه نص الأرباح، والفرق في حساب سيد بي أنا هدفعه من رصيدي. بس يا سميرة هاني. بس إيه؟ في إيه يا متر؟ اسمع كلام سميرة هاني منفذه، دي بتزهق بسرعة. حاضر يا هاني، اللي تشوفيه. اتفضلي امضي يا سميرة هانم. امضي يا سيكا. يا ريت. امضي يا سيد بيه. امضي يا سمرتي. يا ريت. يا ريت يا ريت تاخدي العقد. شكر جدا. طب استاذن انا بقى يا سميرة هانم. الف سلامة يا جدا. مبروك يا سيد بيه. الله يبارك فيك. الف مبروك. مبروك عليا يا سيكا. مبروك علينا احنا يا حبيبتي. الف مبروك. بقولك ايه، ما ان شاء الله بينا نروح. انا حاسس ان جوايا 100 حصان بيجروا ورا بعض. بيجروا فين يا سيكا؟ جوايا هيموتوني. يلا بينا. يلا. ايه مالك؟ سلامتك في ايه؟ حاسه اني ايه زي ما اكون اكوني كنتش عايزه اتسرع واقول لك، بس باين. والله ايوه. طب على مالك يا حبيبتي، على مالك. واحده واحده. تاتا. ايه دايخه. طب على مالك. تاتا خطي العتب على مالك. لا بس انت طلعت بروفيشنال في ركوب الخيل يا ميش. اي خدمه. انت ايه، مفيش حاجه ما بتعرفش تعملها؟ اصل انا بصي بقى يا ساره، احب اعمل اي حاجه تخليني ابقى حر. يعني بحب اكون دايما طاير. وبعدين انت كمان طلعت بروفيشنال في ركوب الخيل. قولي لي يا ساره، انت مخبيه عليا ايه تاني؟ لو انت مخبي عليا حاجه يبقى انا كمان مخبيه عليك. انا مش مخبي. وانا اخبي ايه يعني؟ خلاص ميشو، انا عايز اسالك سؤال وتجاوبني عليه بصراحه. طبعا اسالني، ده احلى حاجه في البني ادم هي الصراحه. انت ايه رايك فيا؟ الصراحه قمر. قصدي يعني انسانه جميله ومهذبه ورقيقه وشعرك حلو. وبرضو قمر. يعني انت بتثق فيا؟ ايوه يا ساره. في ايه؟ انت في حاجه ومخبياها مش عايزه تقوليها، متردده. قول يا ساره. ها قول يا قمر. بصراحه قول يا قمر. بصراحه استنى انا عارفها. تقولي لي بقى، انا جاي لعريس ومش عارفه اعمل ايه، والفيلم العربي. يا ميشو ما تهزرش،
في حاجة عايز أقولها لك بجد. طب ما تقول يا سارة في إيه؟ بص يا سيدي، لحظة لحظة يا سارة، أنا آسف. ألو؟ أيوة فريد بيه. حاضر، أنا كمان كنت عايزك. لا مسافة سكة على طول. يلا باي، سلام. يا سارة معلش بقى، جالي درس على الهوا كده، هروح اديه وبعدين ابقى اقابلك بالليل بقى. تليفونات تليفونات. باي 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 باي. ما تقلقش يا فاطين، ما تقلقش يا ابني، التماثيل اللي بتترمم هتتنقل في سياره خاصه وتحت حراسه امنيه خاصه كمان، وانا لولا عارف انت قد ايه بتحب الاثار عشان كده جيت اطمنك بنفسي. حضرتك لو عايزني اجي بنفسي اشارك في عمليه الحراسه انا تحت امر حضرتك، وهو ترمس الشاي موجود واخلي عمي يعمل لنا سندوتشات ونيجي نحرس للصبح. انا قلت لك ما تقلقش يا فاطين، الجهات الامنيه هتقوم بدورها على اكمل وجه. انت ليك عندي بقى خبر كويس قوي. ايه يا فندم؟ السيد امين عام المجلس الاعلى للاثار ارى البحث بتاعك الاخير وعجبته جدا فكرتك اللي انت طرحتها فيه، وهي عمل قاعة كبيرة في المتحف الجديد نعرض فيها تاريخ المصريين العظماء من أول العصر الفرعوني لغاية دلوقتي. بجد يا فندم أنا مش مصدق نفسي. ياه، يعني أنا فكرتها تتنفذ خلاص؟ مش بس كده، أنت هتكلم سيادته حالا كمان. إيه؟ مين؟ أنا؟ سيادة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بنفسه هيكلمني أنا؟ هو أنت شوية يا فاطين، لحظة واحدة. الو، ايوه يا فندم، مع حضرتك يا فندم. حاضر حاضر، قوم قوم، هيبلغوا سيادته. قوم قوم. بلاش يا فندم، ما بلاش، لحسن انا خايف قوي مش هعرف اتكلم ربع كلمه. بلاش يا فندم. الو، ايوه يا فندم، مع حضرتك. ايوه فاطين سيد حسان يا فندم. حاضر حاضر يا فندم. بلاش. حاضر حاضر. الو، السلام عليكم. ايوه دكتور، ايوه مع حضرتك يا فندم. هو انا فاطين سيد حسان يا فندم، مع حضرتك. والله يا فندم، والله انا مش مصدق ان انا بكلم يعني سياده الامين العام للمجلس الاعلى للاثار بنفسه يا فندم. يا لا 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 خالص يا فندم، انا مش محتاج اي حاجه حضرتك، متشكر جدا يعني. انا بحب مصر بس والله. ماشي يا فندم. بقول لحضرتك ايه يا فندم، انا كنت عايز يعني اقول لسعادتك يا ريت تخلي بالكم من التماثيل، لان التماثيل دي يعني تراثنا، ويا فندم اللي زي عنابي بيه دولت كتروا قوي. قصدي يا فندم اللي زي اللصوص اللي هم بتوع الاثارات دولت كتروا يا فندم قوي. ماشي يا فندم، انا شاكر يا فندم. لا يا فندم، انا فاطين، انا شاكر متشكر يا فندم لذوق حضرتك جدا، وانا متاسف جدا يعني لمشغوليات حضرتك وكده وانا عطلتك. ماشي يا دكتور، ماشي، اتفضل اتفضل اتفضل. ياه، شفت بقى يا فاطين، انا مبسوط جدا يا فندم، مبسوط جدا. ياه، ده هو بنفسه اللي كلمني والله، صوته صوته سامعه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. ده ايه ده كمان، ده عاني لزياره مكتبه. الحمد لله، يا فعلا ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. مبروك يا فاتين يا ابني، وده هيدي لك حافز انك تزود ابحاثك وشغلك. متشكر جدا يا فندم، متشكر جدا، وانا اكيد يا فندم لما هقابل سيادته هقول له على كل المجهودات اللي حضرتك بتبذلها هنا. يا ريت يا ريت يا فاطين يا ابني. ده انا كمان يا فندم هقول له على كل الشباب اللي متخرجين اللي زيي ولسه مستنين الفرصه، هقول له على كل حاجه سلبيه ولازم تتغير، واكيد هو هيسمعنا يا فندم. يا انا متفائل جدا، متفائل جدا. وكما قالت هيلين كيلر، ابقي وجهك في اتجاه الشمس ولن ترى الظلام.